السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءك بكل خير أستاذ وسام. شكرا من القلب، والله شكرا لا تفيك على دورة التحليل الموجي والبرايس أكشن. والذي رفع سبعا ووضع سبع، أنني أنا طالب وهذا الشهر الرابع لي في الدورة، في دورة التحليل الموجي والبرايس أكشن. والذي رفع سبعا ووضع سبع، أن مجموع ما ربحته من التداول في هذه الأربع أشهر بعد الدورة، دورة الأستاذ وسام، أنه يوازي إن لم يكن ضعف ما ربحته في الثلاث سنوات السابقة، السنوات التي قضيتها في التداول. أسأل الله العلي القدير أن يبارك لك في علمك ويوسع عليك رزقك مثل ما أنت تقوم بتغيير. أنا متأكد أنك تغير حياة ناس كثير بهذه، خصوصا الأشخاص الجادين الذين يتخذون التحليل بشكل جاد. لازلنا مبتدئين ولازلنا نبحث عن المعلومة ونعيد الدورة مرة ومرتين وثلاث. نسأل الله أن يبارك لنا ولك. هذه صفقة من الصفقات التي دخلتها، نبحث عن إغلاق القفال لهذه الموجة، والحمد لله شارفت على الوصول إلى الهدف. وهذا ربح. الآن نقوم بتحديث الصفحة. $951 في عملة نير. أسأل الله أن يبارك لنا ولك ويجزاك عنا كل خير. شكرا لك أستاذ وسام. أخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في درس جديد وفي تحليل جديد للبيتكوين كما تعودنا يوميا. لكن قبل البدء أدعوكم أولا للاشتراك في قناة تليجرام مجانية، هذا هو رابطها، تضغطون عليه من صندوق الوصف لهذا الفيديو مباشرة، لا تكتبوا لا الاسم ولا الصورة، هناك نصاب كثر ينتحلون شخصيتين تبعون الأمر. إذا بعد الضغط على هذا الرابط تصبح عضو في هذه القناة المجانية التي أشارك معك فيها أرباح المشاركين في دوراتنا التدريبية، ولا بأس أن نشارك معكم بعض الأرباح لهذا اليوم. إذن لاحظوا هنا مثلا هذا الأخ يحقق 127%، يعني $100 تقريبا، ثم في عملة هوت وستورج 151%، $151، يعني في المجموع يحقق $151 في صفقتين. سعر العرض، سعر دوراتنا التدريبية، لاحظوا قوة ما نقدمه. كذلك هنا أخ حسن يحقق $200 في عملة ميم و 275 في عملة جالا. كذلك هنا الأخ يقول شكرا لك، من شكرا من القلب. لاحظوا يسترتي 121%، الباوند كاد الفوركس 124%، يو اس دي جي بي 42%. لاحظوا قوة ما نقدم، يمكن استعماله في أي سوق. كذلك هنا أخ سعود يحقق 69% في عملة نير و 227% في عملة جالا. هنا كذلك الأخ حسن يحقق في صفقة واحدة 234% ميم، وكذلك يحقق $234 عفوا. وكذلك في سولانا اشترى ثم باع، يحقق تقريبا $434 في المجموع. لاحظوا قوة ما نقدم أخوتي الكرام. كذلك هنا نيت 84%، 116%، 191%، $167 في عملة أجيكس، $135 كذلك في عملة ماتيك حسن. إذن لاحظوا يعني من صفقة واحدة يمكنك يعني الحصول على سعر العرض، سعر ما نقدمه، سعر دوراتنا التدريبية. والهدف من أننا نعطيكم هذه الدورات بثمن زهيد، ونريدكم أن تستفيدوا. الهدف عندي هو أنك تستفيد وأن تحقق أرباح، نريدك أن تكون من 5% الرابحين، وهذا هو العرض الذي يجعلك من 5% الرابحين. أفضل عرض يمكنك استغلاله إذا أردت احتراف التداول بجزء نظري دورتين تحليل موجي برايس أكشن 34 فيديو، والجزء التطبيقي قناة تحليل يومية، تحصل على 3 أشهر اشتراك في هذه القناة.
هي اللي بها المفاتيح، هي اللي بها الأسرار، هي التي تساعدك على فهم الفيديوهات. تعطيك 70%، الفيديوهات تعطيك فقط 30%، إذا جمعتهم يعطيانك 100%. إذا أردت الاشتراك في هذا العرض، رابط الاشتراك مثبت في تعليقات هذا الفيديو ورابطه في صندوق الوصف كذلك لهذا الفيديو ورابط، تضغط عليه تتواصل معي مباشرة على الخاص، أنا الذي أجاوبك، وتبدأ رحلتك نحو 5% الرابحين وتبتعد عن 95% الخاسرين. لا تنسوا كذلك الذهاب إلى الموقع beprowavetrader.com، beprowavetrader.com في هذا الموقع هناك مقالات يمكنكم قراءتها وكتب يمكنكم تحملها مثل الدلائل الأساسية للشموع اليابانية، فقط اضغط على ابدأ الآن مجانا دعمك الخاص وتصلك الكتب إلى إيميلك الخاص. تحذير: التداول من خطيرة يمكن أن تخسرك أموالك، لذلك كل ما نقوم به في هذه القناة هو ذا مغزى تعليمي وتثقيفي 100%، لا نعطي لا نصائح مالية ولا استثمارية ولا توصيات. إذا ضغط على زر الشراء والبيع فأنت المسؤول، مسؤولية أن تم عن قراراتك. قناة العلم الكاذب لا تتحمل أي مسؤولية، كل ما نطلب منك أن تراقب، تقارن، تشاهد، وإذا عجبتك الطريقة يمكنك الانضمام إلى عروضنا وإلى دورتنا البيتكوين. ماذا لدينا في البيتكوين اليوم؟ لاحظوا البيتكوين يوم أمس لاحظنا أن هناك تعب للمشتري، لكن اليوم يعني كنت لاحظت أن هناك تعب للمشتري. لاحظوا لم يستطع البيتكوين أن يكسر هذه القمة نهائيا، يعني صعد ورجع، ولكن فجأة الآن صعد. مستر بوم لا زال موجودا، القوة لا زالت موجودة، وأنا لا زلت موجود، لم يتم ضرب وقف خسارتي، لا زلت موجود في البيتكوين. إذا الآن البيتكوين لاحظوا يعني هناك مشاكل في البيتكوين هنا الآن. لاحظوا نحن الآن في هذه المنطقة في حرب بين المشترين والبائعين، حرب بين المشترين والبائعين. ماذا قلنا يوم أمس؟ إذا أردت البيع أحتاج إلى زيادة في الزخم ثم تصحيح. إذا أردت البحث عن البيع، إذا أردت البحث عن الصعود، كنا قد تحدثنا عن هذا، عفوا كنا قد تحدثنا عن هذا الصعود، وقلنا أن هذه الحركة بعد الحركة بعد الحركة قد تكون تصحيح، وقد نحصل على هذه الحركة إذا كانت هي هاته وهذا كونتراكتين، أو عفوا ليس كونتراكتين، أظن كسر القمة، نعم كونتراكتين، سنقول كونتراكتين. إذا كان هذا كونتراكتين، لاحظوا معي، عفوا، إذا كان هذا كونتراكتين، البيتكوين سيصعد لمرة أخيرة لكسر القمة، ممتاز. بعد كسر القمة الجداري سيكون في هذه المنطقة مستوى 34,800 دولار، كل ما أريد أن أرى هو موجود فيها ثم تصحيح، وسأبحث عن النزول. أنا الآن وقف خسارتي وضعته سأضعه في هذا الجدار، لاحظوا معي هذا هو الجدار الآن. إذا تم كسره لا أريد أن أبقى في البيتكوين هنا هذه المنطقة. طيب هل ممكن يكون هذا فقط تصحيح وينزل البيتكوين ليكمل هذا النموذج هكذا ويكون هذا هو النموذج ويصعد؟ نعم ممكن، ممكن كذلك، لكن أنا لا أريد أن أبقى في البيتكوين خلاص. طيب إذا الآن كمان إذا الآن إما سأحصل على نزول قوي زيادة في الزخم زائد تصحيح هذا للنزول. إذا أراد البيتكوين أن يصعد يكسر القمة لمرة أخيرة، يا يعني إما سيكسره الآن، أن هناك زيادة في الزخم في هذه الموجة، شوية زيادة في الزخم، إما سيكسر الآن، وإذا كسر، إذا كسر سيكون جداري هو هذه المنطقة هنا. إذا خليه يكسر وبعد ذلك للبيع، أريد موجة دافعة تصحيح للبيع. شراء، أنا لا أتحدث الآن عن الشراء لأني أنا أصلا فيه شراء، طيب أنا موجود في شراء، بقيت عندي 20%، تركته على ربما يطير لكسر القمة، ربما لا نعرف، السوق ومن يفرض علينا، لربما يطير ويكسر القمة، من رغم من أنني أتمنى أنه يقفل لي هذا الموجة وينزل مرة أخيرة قبل الصعود حتى أستغله من هذه المنطقة. إذا لم يقم بذلك سوكي أنا في الصعود وسأستغل هذا الصعود إذا أتيحت الفرصة. طيب الآن كما قلت لاحظوا، لاحظوا هذه المنطقة، لاحظوا هذا النقص في الزخم الموجود الآن، لاحظوا هذا النقص في الزخم، لاحظوا هذه القناة اللي احنا موجودين فيها الآن، تلاحظون كمان بدأت تتشكل لدي قناة، لا أدري لماذا بدأت تتشكل لدي قناة هنا. إذا ممكن يستمر البيتكوين في هذه المنطقة لمدة طويلة ثم بوم. أوكي أنا أريد أن أبتعد عن هذه القناة ثم يصحح
وأنا معه. غير ذلك قد يستمر في الصعود بهذه الطريقة. It's okay، لا مشكلة، خليه يصعد، خليه يصعد، خليه يصعد، وعندما يعملنا هذه الحركة ثم التصحيح سنكون معه إلى مستوى 15 ألف دولار. تلاحظون؟ هناك نقص في الزخم، هناك تعب، ونحن الآن في حرب بين المشترين والبائعين. هناك نطاق، هنا نحن الآن في نطاق، هذا هو النطاق، هذا هو النطاق الآن. يمكن أن يتلاعبوا بك لأكثر من مرة قبل أن ينزل السعر. يمكن، يمكن، لاحظوا، كان هناك تلاعب، كان هناك تلاعب، كان هناك تلاعب، تلاعب، تلاعب. يمكن كذلك أن ينزل ثم يعود يتلاعب ثم يرجع ثم يصعد وبعد ذلك ينزل. ممكن، لذلك يجب أن تكون لديك استراتيجيات لفهم ما نقوم به، أو لفهم ما يقوم به السوق، لفهم ما يقوم به السوق. أوكي، إذا أنا الآن وقف خسارتي عند هذا الجدار، لأنه إذا عاد إلى هذه المنطقة وصحح قد ينزل يكسر القاع، ربما يعود يعطيك رانين ثم يكمل النزول ثم يصحح ثم يكمل النزول. هذه هي المنطقة الآمنة، لكن حتى لم يحصل هذا ننتظر. صعد الآن وكسر القمة، جميل جدا، عود اكسر هذا الجدار، صحح ونبحث عن بيعك. غير ذلك استمر في الصعود، أنا موجود في الصعود. أوكي، إذا الآن البيتكوين يعني في مرحلة، في منطقة حرب، في منطقة نطاق، في منطقة يعني حرب بين المشترين والبائعين. ابتعدوا عنه إلى أن تتضح الصورة أكثر. لا تنسوا أن تفجروا لايكات، ضعوا تعليقاتكم في الفيديو، ولا تنسوا أن تستغلوا هذا العرض لهذا احتراف تداول، تتعلم، تطبق وتحقق الأرباح في نفس الوقت إن كنت جادا في التعلم. رابط الاشتراك مثبت في تعليقات هذا الفيديو والرابط، وفي صندوق الوصف كذلك لهذا الفيديو والرابط، تضغط عليه تتواصل معي مباشرة الخاص الذي يجاوبك، تبدأ رحلتك نحو 5 من الرابحين وتبتعد عن 95% من الخاسرين. لا تنسوا أن هدفنا هو تعليمكم، وأنا لم نعرف كذب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.